بحبه وما شفت ازاي حد. اه والله العظيم حبيبي اللي بحبه. يا بنت ده انت طايره مش ماشيه. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في الميه. كنت سقتك حاجه معتبره. انت البعيد ايه حمار؟ اول مره اتعلمت في وش. استني تتعلم فين تاني. لا ما خلاص ذكر الزريبه في القسم زمانه بيتعلم. ليه اخويا في ايه؟ كيس بيضرب حاله. انت عارفه فيها كام دي؟ 25 سنه. معلش انا هرسوت. تعالي يلا على البيت في حساب قديم لازم نخلصه. يلا اخرس خالص لا صوت ولا ام عليك ولا اكلها. يا لهوي يا رجاله انزلوا. عايز يغتصبني عايز يتحرش بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوك. انت كده كده جاي هنا. غور ياض غور من هنا. اوصلك غور. يالا هتيجي غور. يا خبتك التقيلة يا فتون انت واختك. بقى الاتنين الرجالة كده يتحمسوا كده كده يعني ايه ده؟ انا جاية معاكي يا اختي. ما انتش جاية يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على فكرة. سيبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قال لك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعه في القسم. بتتاجر في البودره يا راشد؟ بودره ايه وعفرطت ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامة. والمصحف نورت. طب عليا النعمة من نعمة رب. أنا قلبي كان هيقف لما عرفت إن الحكومة مسكتك بكيس بودرة. مالها دي؟ ركز معايا هنا. أنت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ أنت مجنون يا بت. وأنا لو اتقبض عليا الحكومة هتسيبني أخرج. أمال الونش قال لها كده ليه؟ ونش؟ وقال لك ايه بقى وينش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه وينش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالى هنا. ايه؟ اللي ايه؟ مالك كده؟ اسف بقى. تعالي هنا استني. إيه؟ وينش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربه وسكرانه وحالتك بالبلد. هادي اخرك مروحه عند غنوه. انا حره على فكره. محدش يقول لي تعملي ايه. ولا يعرف ابويا لا مؤاخذه يروح يقول. ابوك ده في القبر. انا هنا الراجل. تسمعي كلامي. والا هديكي بالجزمه في عود دماغك. تدي مين بالجزمه؟ انت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عنك. لا مش خاطر يا راشد ما تمدش ايدك عليها. محدش يمد ايده عليا. انتوا هنا قاعدين في بيتي. تقعدوا بالادب والاحترام وكمان تحطوني فوق دماغكم. ولا مش عاجبكم اتنيلوا بستين داهيه. حقك يا فتون. لا مش حقها يا راشد. شقتي زي ما هي شقتها. تتخلصوا منكم. انا ماليش قاعده هنا. خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد. دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ يا جدع يا راجل. لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامة بقى عشان انت واقف عليا بخسارة. هات لنا يا ابني البيرة والشيشة. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البودة. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا. هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول وما تخلوش يشوفك. Thank you.
جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ وانت كنت زعلتيني. امر الله عليا، اختي مش عارف اغيرها. وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسليه، هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ راجعه في انصاص الليالي وبتتطوح، والمفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه. ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا، ولما احوالك تبقى عالي ابقى قعدني. انت ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام؟ تمام. طب اقول لك ايه؟ تعالي بيتي معايا بقى، فتون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخوي اللي تشوفه، بس انا كنت محضره اكل في البيت. مش مشكله، اطلع بص على الفرخه مشويه ويخلي الواد يبعتها. خلاص حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضب الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي، روح انت بالسلامه.